مش أصلي. أهلا بيكم وأول حلقة من مش أصلي تاني مش أصلي اتنين. فكرتكم السنة اللي فاتت وقلت لكم هنعمل مش أصلي كمان، محدش صدقني. لغاية لما الناس كانوا بيبعتوا لنا أغاني كتير، الناس تقابلنا في الشارع تفضل تسمعنا أغاني منحوتة كتير، ناس تجيب لنا أفيشات أفلام، لدرجة إن في الآخر خالص في أفيش استفزنا جدا جدا، وهو ده يمكن يكون السبب الرئيسي إن إحنا نعمل البرنامج ده. خليني أفرجكم الأول الأفيشات كلها. أول أفيش اللي هو اتبعت لنا، اللي هو البنات واقفين على حيطة لابسين فستان لون واحد، والبطلة لابسة فستان أبيض بالحزام بتاع الفستان لون الفساتين بتاع البنات، اللي هو ريكلام. خلينا نشوف ده ريكلام ودابه من غير ريكلام. ايه الفرق بين ده وده؟ مش هو حاجة تحرق الدم؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني الفرق بين ده وده، يعني ده فيه زبالة على الارض وده من غير زبالة على الارض، ده فيه ازازتين بيرة مرمين وده ابو من غير ازازتين بيرة. يعني المهم الاخر هنا الارض فاضية نظيفة، وطبعا عندهم ما عندهمش قطط ماشية في الشارع، بس احنا عندنا يعني ابدعنا وحطينا قطة هنا من غير قطة مشي. لما ابدعوا الافيش اتعمل بقى تاني كده، ده رجلام وده نايم. ايه نحتين اللبس، نحتين البوت والشراب، نحتين الوقفة بتاعت فوق الكلمة وعلى فوق اسم الفيلم، يعني مفيش كده. يعني الموضوع ما مش افتكاسة، ده حاجة بيضة واقفين ثلاث بنات فوق الكلمة بتاعت اسم الفيلم. الموضوع بايخ، الموضوع مش ظريف. استفزنا جدا بقى، استفزنا جدا جدا البوسترات اللي عمالة تعمل، استفزنا اكتر الكليبات اللي منحوتة، ده الجديد اللي هوريه لكم. كليبات منحوتة 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 بشكل غير طبيعي، نفس الكليب هو هوب المخرج بياخده، او المساعدين الاخراج او الكرييتيف دايركتور اللي هو المفروض اللي هو المبتكر بتاع الموضوع، يقوموا جايبين الريفرنس، جايبين الكليب الناجح بره ونقوم مقلدينه هنا لاي نجمة. جايب لك حاجة رئيس ريفرنس ايه تستاهل بقك، بس دي النجمة حلوة عشان يتشاف. واحنا هنسيبه مش اصلي ايه؟ خلينا نبدأ معاكم دلوقتي اولى فقرات مش اصلي اللي هي ما كانتش دي، بس بعد الفاصل.